أغرب حكاية ممكن تسمعها عن بيت مسكون بالجن، وأغرب حكاية يكون بطلها شيخ. الشيخ ده اسمه عبد المجيد البغدادي من تونس. الحكاية بدأت من ست طلبت من الشيخ إنه يجي لها البيت عشان يخرج الجن من البيت، وانتهت الحكاية بموت الشيخ بطريقة مرعبة جدا. بلد اسمها المحمدية في تونس، واحدة من سكان البلد دي طلبت الشيخ عبد المجيد البغدادي علشان يوصل لها البيت هو ومعاه شيخ اسمه الشيخ الجريدي، وكان الهدف من الزيارة إن هم يقروا قرآن في البيت علشان ينهوا تماما على الجن اللي ساكن في البيت ده واللي أثر على كل أفراد البيت واحد واحد. الشيخ البغدادي وصل البيت هو والشيخ الجريدي، وهناك لقوا بيت قديم جدا، بيت متهالك ممكن يقع في أي لحظة، وسكان البيت دول كانوا بسطاء جدا. الأسرة دي بتتكون من أم أرملة وابنين، والابن الأكبر كان بيعاني من مشاكل نفسية، عنده مرض الجنون. الشيخ البغدادي سأل الأم إيه سبب جنون ابنها؟ قالت الأم إن ابنها كان سليم وما كانش بيعاني من أي مشاكل نفسية، بس في يوم من الأيام دخل سرداب في منطقة جنب بيتهم. السرداب ده موجود في قطعة أرض جنب البيت اللي هم عايشين فيه. الابن دخل السرداب واختفى فيه وما ظهرش غير بعد سنتين، لكن كان فاقد للعقل وكانت بتجيله نوبات صرع كتيرة. وقالت الأم كمان إن البيت بيحصل فيه حاجات غريبة. من الحاجات الغريبة اللي بتحصل إن هم بيشوفوا ناس غريبة بتظهر في البيت فجأة، وغير الأصوات اللي بتيجي من الأرض أو بتيجي من جوه الحيطان، ودايما بيلاقوا شعر وقاذورات في الأكل. وحكت الأم للشيخ كمان إن في يوم من الأيام كانت قاعدة مع أولادها، وحد من الجيران كان موجود قاعد معاهم، وهم قاعدين وبيتكلموا مع بعض فجأة ظهر ناس عريانين. الناس دي كانت رجالة بس ما عندهمش رجلين، طايرين فوق الأرض. اتفزعوا أول ما شافوا المنظر ده، لكن الرجالة دول اختفوا فجأة زي ما ظهروا فجأة. الابن الصغير بيحكي وبيقول موقف غريب حصل معاه. بيقول إنه كان في يوم من الأيام بيصلي في أوضته صلاة المغرب، ولما خلص وخرج من الأوضة فجأة لقى قدامه قطة لونها اسود وشكلها غريب، وكانت نايمة ورأسها ملفوفة عكس جسمها بطريقة مرعبة جدا. الابن ضرب القطة من كتر الخوف والفزع، وفي اللحظة اللي ضرب فيها القطة، القطة وقفت وبصت له بكل غضب واتكلمت بلغة غريبة كأنها بتقول طلاسم أو كلمات غريبة فضلت تكررها بصوت مرعب. بعد ما القط جري ناحية المطبخ اختفى جوه الضلمة. جري الابن ورا القط ناحية المطبخ وفتح النور، ولكن ما كانش فيه اي اثر للقط ده. رجع قطه بعد الموقف الغريب ده وقعد على السرير وفضل يفكر شوية في اللي حصل لحد ما دخل في النوم، ولما نام حلم بكابوس مرعب جدا. شاف نفسه بيصلي، ولما خلص صلاة خرج من الأوضة لقى شيخ طويل جدا ودراعاته كانت بطول جسمه ونازلة على الارض، وكانت بشرته لونها اسود جدا. الشيخ ده كان ماسك عكاز ساند عليه. الشيخ قرب منه وقال له بنبرة صوت خشنة جدا، ازاي تضربني وانا نايم؟ كان بيقول الجملة دي بغضب شديد. العجوز ده رفع العكاز وراح ضارب الابن علشان سنته تتكسر وينزل دم من بقه. الابن فاق مخضوض من الكابوس ده، لكن الاغرب ان لقى سنته مكسورة فعلا. الشيخ البغدادي بيقول لما سمع كلام الاولاد والام استغرب جدا، واتكلم مع الشيخ الجريدي اللي كان رايح معاه. اتكلموا مع بعض وبعدها بدأوا يقروا بعض ايات القرآن، وكان وقتها دخل الليل لما بدأوا يقروا. واول ما بدأوا يقروا ايات من القرآن الكهرباء اتقطعت في البيت، وبدأوا يسمعوا أصوات أشخاص بيمشوا حواليهم ما بطلوش قراية. ولما الكهرباء رجعت شافوا مناظر تشيب، شافوا أثار أقدام ملطخة بالنجاسة على سقف البيت، وده كان أغرب حاجة ممكن يشوفها شيخ. لما كانوا بيبدأوا يقروا آيات من القرآن كان بيتكرر نفس الموقف. فضل الأمر ده يتكرر لحد ما خلصوا حزب من القرآن. الشيخ قال للست إنهم هيكملوا بكرة، بس مش عايزين حد في البيت خالص غير ابنها الصغير، وهي تسيب البيت مع ابنها الكبير طول اليوم. بيقول الشيخ البغدادي في يوم تاني هو والشيخ الجريدي كانوا قاعدين بيقروا قرآن، وكان معاهم برضو الابن الصغير. وأثناء ما هم مركزين في قراية القرآن مرة واحدة لقوا الأم ظهرت قدامهم واستأذنت منهم إنها هتدخل الحمام. الحمام كان موجود في آخر ركن في البيت، وهم وقفوا عن القراية لحد ما تخرج، وفي نفس اللحظة دي سمعوا صوت باب البيت بيخبط. الشيخ البغدادي قام يفتح اتصدم، لقى الأم هي اللي واقفة عند باب البيت. استغرب
الغرب لأن الأم لسه معدية حالا من قدامهم وداخله الحمام. وهنا الشيخ البغدادي اتأكد إن اللي دخلت من شوية دي كانت طبعا جن. الشيخ البغدادي بيحكي إنه شاف حلم غريب جدا، شاف إنه دخل سرداب ضلمة وضيق جدا. السرداب ده كان قريب من بيت العيلة اللي بيحصل في بيتهم حاجات غريبة. تاني يوم لما راح الشيخ للبيت سأل الأم عن السرداب اللي شافه في الحلم وحكى لها كل التفاصيل اللي شافها في الحلم. فهنا الأم تقول له إن السرداب اللي ظهر لك في الحلم هو السرداب اللي ابنها اختفى فيه لمدة سنتين. بعد صلاة الفجر في اليوم التاني راح الشيخ البغدادي هو والشيخ الجريدي والأم كانت معاهم علشان توريهم المكان اللي فيه السرداب ده. ولما وصلوا نزل الشيخ البغدادي الأول وبعدها الشيخ الجريدي نزل وراه على طول. قبل ما ينزلوا قال للأم إنها تمشي وترجع على البيت. المكان جوه السرداب كان ضلمة جدا وضيق جدا. فضلوا ماشيين في الضلمة دي لحد ما ظهر لهم نور في آخر السرداب. لقوا نفسهم في مكان واسع جدا وإن السرداب ده مدخل لعالم الجن. وحوالين المكان ده رمال موجودة من كل اتجاه وبصوا من بعيد لقوا بيت مصنوع من الطين. فعلا وصلوا عند البيوت وأول ما وصلوا بدأوا يسمعوا صوت مزمار وطبل وغنى. صوت الغنى ده كان زي صوت الكلاب اللي كانوا بيسمعوه في البيت. الصوت سكت علشان بعدها يخرج من البيت ناس عريانة بترقص وبيلفوا حوالين النار. ما كانش ليهم ظل ناتج عن ضوء النار وما كانش ليهم أقدام، هما كانوا مرفوعين عن الأرض وكأنهم طايرين. كان وسط الكائنات دي كائن شكله مفزع جدا. وهنا بص للشيخ البغدادي والشيخ الجريدي وطلب منهم ان هما يقعدوا وقال لهم بصوت صعب جدا: ايه اللي جابكم هنا؟ ما تعرفوش ان المكان ده محظور على اي بني ادم؟ لكن الرجل ده طلب منهم الاتي: ان هما ملهمش دعوة خالص بالعيلة دي وان العيلة دي عليها ثأر لملوك الجن لان ابنهم الكبير دخل السرداب ده لكنه اذاهم اذى كبير جدا. قال لهم ارجعوا وان هو هيفتح لهم المدخل تاني لكن تمشوا على طول من غير ما تبصوا لورا مهما سمعتوا من اصوات. وفعلا رجعوا لمكان مدخل السرداب. نزل الشيخ البغدادي قبل الشيخ الجريدي، فضل ماشي في الضلمة وكان وراء الشيخ الجريدي. بعدها صرخ صرخة خلت الجريدي يقف مكانه من الرعب. بعد الصرخة دي ما سمعش صوته تاني ومن يومها الامام الجريدي اختفى. وهنا القصة بدأت تنتشر بين الناس وبدأوا يدوروا عن الشيخ الجريدي بس محدش لقاه في اي مكان. بعد فترة من الزمن تم هدم البيت ده والناس تصدقت باموالهم فبنوا جامع في نفس المكان وتسمى جامع الامام محمد الجريدي. الشيخ البغدادي بعد شهر بالظبط من اختفاء الشيخ الجريدي في السرداب لقوه ميت في بيته والنمل بياكل في راسه وايده ورجله مخلوعة من جسمه. الحكاية دي حقيقية واتنشرت في الصحف التونسية بعد موت الشيخ البغدادي. سلام عليكم.